الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذا طبعا حصة، هذه الحصة المفيدة أتمنى. إذا عدنا الفرض الثاني من الدورة الأولى، خذوا طبعا أبنائي ورقة وقلم وامتحنوا أنفسكم، بعد إجاباتكم قارنوها مع الإجابات التي سأمدكم بها إن شاء الله. نعم، سأكبر الصورة. الواجب والحق متلازمان، فالواجبات تقابلها الحقوق، والحقوق تقابلها الواجبات، والإنسان لا يطالب بحق من حقوقه إلا إذا أدى ما عليه من واجبات. العامل عمله واجب، فإذا عمل صار له حق الأجر أو المكافأة، والطالب دراسته واجبة، فإذا أدى واجبه صار من حقه أن ينال النجاح، والتاجر من الواجب عليه الأمانة في المعاملة، فإذا أدى ما عليه صار من حقه أن يأخذ الثمن. طبعا بعد قراءة النص هتحاولوا انتم تشكلوا هذه، هي هذا السطران طبعا، هذه الفقرة الأخيرة. اقترحوا عنوانا مناسبا للنص. نعم، بعد قراءة النص تضعون عنوان مناسب. أكتب خريطة الكلمة الأمانة. الأمانة طبعا الخذلة نوعها، هل هي اسم أم حرف أم فعل؟ ثم مرادفها، ثم ضدها، ثم الإتيان بجملة. سؤال ثالث، أكتب 4 كلمات من عائلة عاملة، يعني عائلة كلمة عاملة. والسؤال الرابع، أملأ الجدول. طبعا الكلمة حق، فمثناها ما مثنى حق وما جمعها، ثم ما مثنى واجب وما جمعها. هذا طبعا ننتقل إلى هنا، أضع دائرة على الشرح المناسب. يطالب، هل هي يدرس أم يعطي أم يناشد؟ الأجر، الضريبة، الراتب، العمل. النجاح، هل هو التفوق أم النجاة أم الفشل؟ السؤال السادس، متى يطالب الإنسان بحقوقه؟ من هم الأشخاص الذين ذكرهم كاتب النص ليعطي أمثلة؟ ما هو واجب الطالب حسب النص؟ نعم، السؤال الثامن، ما هو واجب الطالب حسب النص؟ أذكر واجبات أخرى للطالب. أذكر واجبات أخرى للطالب. نعم، الآن ننتقل إلى نصغر هذه. إذا عدنا طبعا الإجابات ديال السؤال الأول. إذا العنوان من الأحسن نقول الحقوق والواجبات، أو الحقوق والواجبات، أو ما هي حقوقي وما هي واجباتي. إذا بالنسبة لكلمة الأمانة فهي اسم، لأنها كيف عرفت ذلك؟ أنها معرفة بآل، عند حذف الألف ولا التعريف تقبل التنوين، أمانة فالفعل لا يقبل التنوين. مرادفها الائتمان، الثقة. الائتمان، الثقة، وضدها طبعا الخيانة، الغش، السرقة وغير ذلك. أكتب في جملة تميز النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه على الأمانة. أو مثلا شوف، ترك ابن أخي عندي أمانة أحافظ عليها. الصدق والأمانة سر لدخول الجنة. أكتب 4 كلمات من عائلة عاملة، يعمل، عامل، معمل، معاملة، أعمال، عاملة، عمل. أملأ طبعا الجدول، كلمة حق مثنى حق وحق، حقان، وجمعها حقوق. واجب، واجبان، والجمع ديالها واجبات. بالنسبة طبعا هنا يطالب أي يناشد، أطالب بحقي. الأجر هو الراتب، والنجاح طبعا التفوق، فالنجاح نجحت، تفوقت. متى يطالب الإنسان بحقوقه حسب النص؟ إلا يطالب الإنسان بحقوقه إلا إذا أدى ما عليه من واجبات، يعني القيام بالواجبات. نعم، والمطالبة بالحقوق. من هم الأشخاص الذين ذكرهم الكاتب النص ليعطي أمثلة؟ فذكر العامل، الطالب، ثم التاجر.
جير. إذا ذكر العامل الطالب التاجر. ما هو واجب الطالب حسب النص؟ طبعا واجب هو الدراسة، الدراسة تدريس يقرأ، هذا واجب. اذكر واجبات أخرى الطالب: الانضباط، مراجعة الدروس، احترام الأساتذة التلاميذ، احترام ممتلكات الدولة، عدم تخريبها، المساهمة في طبعا الحفاظ على نظافة المدرسة، المساهمة في محافظة على نظافة القسم، واجب ديالو ترشيد استعمال المياه. فهذه كلها واجبات. دابا رجعنا، دابا نمشيو للسؤال الثاني. نعم، فأو التمرين الثاني تيقول لنا في الإملاء: أكتب ابن بهمزة الوصل وهنا بدون. يا ابن عمي كيف حالك؟ لكن أداة نداء. رأيت ابن خالتي يساعد فقيرة أو فقيرا. محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن رشد عالم عربي. ابنك عثمان، ابن عثمان انت، ابن عثمان انت، هذا استفهام. وهنا اكتب الهمزة المتوسطة على الحرف المناسب. فعندنا هنا ملائم، تفاؤل، مسؤول، يئس، رأس، رأس. نعم، هنا التعبير الكتابي. قبل ما نشوف التعبير الكتابي نعود إلى طبعا اللي كنا في الأول فيه، هو هذا. نعم، هنا كنا قايلين الأسئلة كلها، لا ما قايلش الأسئلة كلها، عندنا أسئلة أخرى ما انتبهنالهاش، هي هذه: صرف الجملة حسب الضمائر. هو مر بين الصفوف ودعا التلاميذ إجابة. في الماضي سنصرفها مع أنا ونحن، أنا مرر بين الصفوف ثم مع نحن، ثم الأمر. هذه الجملة هي النيت مع الضمائر ديال أنت وأنتن. وفي المضارع الزمن المضارع مع هو، هذه نفس الجملة. بالنسبة للتراكيب ضع الجمل حسب الترسيم. إن الطفل رعايته واجبة. هنا الناسخ الحرفي، هنا اسمه، هنا خبره، هنا نوع الخبر. ودرسنا أنواع الخبر: قد يأتي الخبر جملة اسمية، قد يأتي جملة فعلية، قد يأتي شبه جملة من الجار والمجرور، أو شبه جملة من الظرف هو المضاف والمضاف إليه، وقد يأتي مفرد. لعل الحلم، باغدو، لعل الحلم يتحقق. أدخل ناسخا حرفيا على الجمل مع الشكل. الحق واجب، كأن ندخل إن لعل ليت. الطفل مهذب. أبين نوع الفعل هنا، نوع الفعل واش لازم أم متعدي. قلنا أن اللازم يكتفي بالفاعل، والمتعدي يتعدى أو يحتاج إلى مفعول به. نحب الوطن، نحب الوطن، ما نحب نحن، ماذا نحب الوطن. وضع الأستاذ الامتحان، ماذا وضع الأستاذ، وضع الأستاذ الامتحان. إذا كان لازم سنسجل لازم، إذا كان متعدي. غاب علي. هنا الإعراب: إن التعليم حق، إن التعليم حق. إذا سنمر إلى طبعا هنا جاوبنا على هذا الشيء. إذا نعم جاوبنا على الشيء، نزيد القدام. هنا نحب الوطن فهو متعدين. وضع الأستاذ امتحان متعدين. غاب علي لازم. الإعراب: إن ناسخ حرفي. التعليم اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. هنا الحق خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. بالنسبة رجعوا لهنا، أعتذر، رجعوا لهنايا. قبل هذا كنا هنا عندنا طبعا في الأسئلة، هذه هي بالنسبة للصرف والتحويل ما كتبناهاش. أنا مررت بين الصفوف ودعوت التلاميذ للإجابة. أنا مررت بين الصفوف ودعوت التلاميذ إجابة. نحن مررنا بين الصفوف ودعونا التلاميذ إجابة. الأمر: أنت مر بين الصفوف وادعو، بلا ألف، ما وادعو التلاميذ إجابة. أنتن أمررنا، أمررنا بين الصفوف وادعونا التلاميذ إجابة. أعيد: أنتن أمررنا بين الصفوف وادعونا التلاميذ إجابة. المضارع: هو يمر بين الصفوف ويدعو التلاميذ بين الإجابة، بين التلاميذ الإجابة. هو يمر بين الصفوف ويدعو التلاميذ الإجابة.
هذا جاوبنا عليها في عندنا مكتوبة هذه، إن هنايا طفل اسمه، رعايته واجبة، كل هذا الخبر وجاء جملة اسمية، لعل الحلم يتحقق، لعله الناطق، الحلم اسمها، يتحقق خبر، والخبر جاء هنا جملة فعلية. الحق واجب، إن الحق واجب، اسمها يكون منصوب، إن الحق واجب. الطفل مهذب، لعل الطفل مهذب، لعل ناطق والناطق، الطفلة اسمها منصوب ومهذب خبرها. إذا نعود، أعتذر، نعود إلى، هنصغروا الكتابة، نعم، طبعا الإجابة هنا يا ابن عمي كيف حالك، هنا ابن بلا همزة وصل لأنه جاء بعد أداة نداء، ما نديرو ابن، هذه يا ابن عمي بدون همزة الوصل. رأيت ابن خالتي يساعد الفقير، نعم هنا غنديرو همزة وصل لأنها طبعا لم تحقق شروط باش تحذف، هي بين علامين بحال مثلا محمد بن عبد الله، فهنا حذفت همزة الوصل. ابن رشد عالم عربي، بدأ بدينا بها تكون موجودة همزة وصل، وهنا ابن عثمان أنت، هنا أداة استفهام تحذف همزة الوصل تحذف. بالنسبة لهنا ملائم همزة على الياء، تفاؤل همزة على الواو، مسؤول همزة على الواو، عندنا الإجابة يئس همزة على الياء، ورأس همزة على الألف. هذا التعبير الكتابي مهم بزاف، واحد الفكرة، قال الأستاذ إن الطفل له حقوق نعم يتمتع بها، ولكن عليه أيضا واجبات عليه أن يلتزم بها، موظفا ما تعلمته من تقنيات توسيع الفكرة عن طريق الشرح والأمثلة، قم بتوسيع الفكرة، هذه معطيات مساعدة. قال الأستاذ بصوت يعبر عن إن الطفل كائن إنساني له حقوق يتمتع بها كسائر، فمثلا في المدرسة له حق في، نعم، الذي بفضله يمكن الطفل أن يصبح، أو يعني وظائف، ليس هذا فقط بل له حق في التعبير عن، وحقوق الطفل لا تقتصر فقط على المدرسة بل له الحق كذلك في، نعم، من جميع الممتلكات، مثل الممتلكات العامة، نذكر ثلاثة منها. وإذا كان الطفل اليوم حصل على معظم حقوقه فعليه أيضا واجبات، فمثلا داخل المدرسة وجب عليه، نعم، وحيث إن الواجبات لا تقتصر على المدرسة فقط، فالطفل عليه أيضا واجبات داخل البيت، مثلا ما يتعلق بغرفته أو الواجبات المنزلية وغيرها. نعم، دابا سنمر إلى الإجابة وهي، نعم، هنا قال الأستاذ بصوت إما عال أو بصوت منخفض شوية أو بصوت مرتفع، يعبر عن إحساسه أو يعبر عن انفعاله، يعبر عن مشاعره، عن أحاسيسه، إن الطفل كائن إنساني له حقوق يتمتع بها كسائر الأطفال، كسائر الأطفال في العالم أو كسائر الناس، كسائر الأطفال في العالم، فمثلا في المدرسة له الحق في التعلم، نعم، الذي بفضله يمكن للطفل أن يصبح عالما أو مهندسا أو طبيبا. ليس هذا فقط بل له حق في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطة المدرسية، التعبير عن رأيه وأن يستمع الكل لرأيه. وحقوق الطفل لا تقتصر فقط على المدرسة بل له حق كذلك في الاستفادة من جميع الممتلكات العامة، مثل الحدائق والملاعب والشوارع والشواطئ وغيرها. وإذا كان الطفل للطفل اليوم إذا كان الطفل اليوم حصل على معظم حقوقه فعليه أيضا واجبات، فمثلا داخل المدرسة وجب عليه أن يحافظ على نظافة المدرسة، على الانضباط، على عدم الكتابة على الجدران. وحيث إن الواجبات لا تقتصر على المدرسة فقط، فالطفل عليه أيضا واجبات داخل البيت، مثل تنظيف غرفته، القيام بواجباته المنزلية، مساعدة أسرته في شؤون البيت، مساعدة أمه،
وهكذا. طبعا أتمنى أن تكون قد